الصياد مكسح ما بيقدر لا ياكل ولا يشرب ولا يقدم لعائلته أكل وشرب نهائيا. نحن من أول ما طلع القرار ما حدا طلع من الصيادين، وهي المسمكة فاضية، أثرت كتير على المسمكة لأنه مدخولة من البحر، وبيوصل على المدخول على المسمكة، مدخول المسمكة بنفس الوقت بطعمه كذا عيلة بقلب المسمكة الموجود. كان في شوية سمك بقلب المسمكة الموجود اللي جيبوه من البحرية، واللي صار يبيعوه بنص حقه، واللي صار يشيلوه كيف ما كان لحتى تسكر المسمكة. شباب جيبوا لنا السفارة على المعروض. عندنا موجود بقلب النقابة نحن بحدود ال 400 صياد، يعني شي حوالي ال 5000 شخص منين بدهم يجيبوا، واللي بياكل كل يوم بيومه، واللي بيكسح ليجيب ربطة الخبز، واللي يطلع على بيته ويجيب الحليب للاولاد الصغار، واللي يجيب الاعين لهم، هيدا كله وقف. اذا استمر القرار بمنع الصياد او بمنع المسمكة يعني بيكون مصيرهم صعب.